حياكم الله متابعين الأحسا لايف. تغطياتنا لهذا اليوم راح تكون لأحدث وأضخم المشاريع السياحية في الأحساء، مدينة جواثة. من المتوقع افتتاح المشروع إن شاء الله بعد 3 شهور، يعني الجو راح يكون جميل جدا. وهذا السعر 10 ريال مثل ما نقولها باللهجة الحساوية منطقي جدا، خاصة أنك بتقعد من العصر لنهاية الليل يا بلاش.